السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في الحصة الجديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب. اليوم ان شاء الله جات لكم فيديو جديد وب15 استعمال او فوائد هاد العشبة الهائلة، حبة حلوة او ليانسون. هاد العشبة هذه راها صديقة المرأة ولازم كل بيت تكون فيه هائلة، عندها فوائد عظيمة سبحان الله. خليكم معي باش تشرفوا عليهم، وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعة وعلى التشجيعات الرائعة ديالكم. وما تنسونيش بلي لايك وتبارتاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب ديالكم باش الفائده تعم فضلا وليس امرا، تشجيعا للقناه واللي كيهمو الامر وبغى يتعرف على هذه الاستعمالات الهائله. ما علي الا فيديو حتى الاخير وفرجه ممتعه. غادي ندوزو اول شيء نقربكم من هاد حبه حلاوه او ليانسون. كل واحد شنو كيقول ليها، كما كتشوفوا معايا هي راه كيكون لونها غامق، وكيكون كذلك حبيبتها صغار وموحدين، يعني عندهم فورمه وحده، ماشي بحال النافع. النافع هو زريه البسباس، هذاك تيكون لونه غادي الخضوريه، هذه راه كيكون لونها غامق، ما كتكونش خضره وكتكون صغيره، الحجم ديالها صغير. هذه هي حبه حلاوه، معروف احنا عندنا في المغرب اننا كنقولوا لها حبه حلاوه، وكاين اللي نسميها اليانسون. المهم هذه هي حبه حلاوه، نتمنى ان شاء الله تكون واضحه لكم. حتى اللي ما عارفهاش يسول العطار غادي يوريها ليه. غادي ندوزو لهاد الاستعمالات باذن الله. كما قلت لكم راها صديقه المراه، يعني خاص كل بيت تكون فيه. غتعرفوا علاش هي صديقه المراه، لانها كتهم المراه اكثر من الرجل، عندها فوائد عظيمه وكتنفع المراه بزاف. خليكم معايا ان شاء الله، غادي ندوزو للاستعمالات. الاستعمال خلاص اللي معروف، غادي غير نذكركم باننا معروفين كنسمو بها الحلويات ديالنا، المخبوزات ديالنا، يعني اي حاجه درناها كنسمو بها هي والنافع. خلاص هذا الاستعمال اللي معروف، وغندوزو باذن الله لاول استعمال من استعمالات اللي ما معروفاش بزاف. فاش غتفيدنا هاد حبه الحلاوه؟ انها كتخلصنا من الامساك، وكذلك تنفعنا اللي عنده انتفاخ البطن والغازات، انها كتخلصنا من داك المشكل باستعمال ديال هاد المنقوع ديالها. النصيحه اللي غادي نعطيكم، انكم فاش تجيوها من عند العطار ضروري تنقيوها وتحتفظوا بها في شي علبه، وفاش بغيو كذلك تستعملوا منها ضروري ديك المعلقه اللي هزيتو انكم تغسلوها في ديك الصفايه ديال القهوه، وعاد باش ديروها في كاس وتخويو عليها الماء طايب وتغطيوها واحد شويه غير طلق، وتشربوها صفيوها وتشربوها، وممكن تحليوها كذلك بالعسل. هاد الشراب ديالها او المنقوع ديالها راه عدو عدة استعمالات، خليكم معايا ان شاء الله باش غادي تعرفوا على الاستعمالات هادي، وغندوزو كذلك للاستعمال الموالي. فاش غتفيدنا كذلك بالنسبه اللي كيعاني من ضيق التنفس او الربو وحتى السعال بالنسبه للكبار والصغار، يعني هاد العشبه سبحان الله يعني كنعطيوها حتى للاطفال، نافعه للصغار والكبار. بالنسبه اللي عنده هاد المشكل هذا ممكن يستعمل هاد الشراب ديالها، راه مفيد بزاف، وبالاخص كذلك حتى الاطفال هائل، تحليوه بالعسل وتعطيوه ليهم، راه كيخلصنا من هاد المشكل باذن الله مع المداومه عليه. كذلك مفيده لعسر الهضم، يعني اللي عنده عسر الهضم او قرحه في المعده، يعني هائل بالنسبه تداوموا على هذا الشرب ديالها، راه هائل وغيخلصكم من هذا المشكل باذن الله. وكذلك انها هائله ومفيده بالنسبه اللي عنده الديدان في الامعاء، يعني راها كتخلصوا من دوك الديدان بشكل نهائي بعد المداومه على هاد العشبه هذه، لانها عندها دور فعال وكتخلصكم نهائيا من الديدان. كنتمنى ان شاء الله هاد الاستعمال هذا يفيدكم. بالنسبه اللي كيعاني من الصداع والاكتئاب، وكذلك اللي كيعاني من الحزن وعنده الوسواس، يعني كيكون دائما هكا، ما عليه الا يداوم على هذا المنقوع هذا ديال حبه حلاوه، ويبقى يحليه بالعسل، وممكن كذلك يديرو مع الحليب ويشربوا مع الحليب سخون، راها فعاله وكتعالج لنا هذا المشكل هذا، لانها كتعتبر من مهدئات، يعني مهدئ طبيعي فعال رائع، كتهدي الاعصاب كتريحهم، يعني كتخلصكم نهائيا من دوك المشاكل. بالنسبه للانسان اللي كيكون دائما معصب، ما عليه الا بالشراب او المنقوع ديال حبه حلاوه، وان شاء الله غادي يولي هادئ وغادي يحس بواحد الارتياح وغادي يتهناو كاع من هاد المشاكل باذن الله. وعندها كذلك واحد الدور فعال، انها كتخلصنا كذلك من القمل ومن العدوى. بالنسبه للناس اللي في ديك الفتره فاش كيكون القمل، انهم ياخذوا هاد المنقوع ديالها وديروه في واحد البخاخ وترشوا به الشعر ديالكم، ما كتعادوش نهائيا بالقمل. وكذلك الا كان فيكم ممكن تخلطوه مع الخزامه وترشوا به، راه تيحارب مع المداومه، يعني راه كيحارب نهائيا القمل، راه فعال. وغادي نخليكم ان شاء الله الوصفه ديال التخلص من القمل والسيبان نهائيا بواحد الطريقه كذلك فعاله ومجربه، كنتمنى ان شاء الله تفيدكم، ونشوفوا كذلك فاش غتفيدنا.
بالنسبه كذلك اللي عندها الاطفال هكا تيلبسوا هكا السبرديلات او الاحذيه الرياضيه، وانهم رجليهم كيتعرقوا ليهم كيديروا رائحه كريهه اللي ما عزكم الله، ما عليكم الا اللي عنده الرائحه كريهه في الارجل ديالو ويبقى يدير هذا المنقوع هذا ديال حبه حلاوه ويديره في واحد الانيه ويغطس فيه رجليه يخليهم واحد 15 دقيقه مع المداومه عليه، يعني كتخلصوا نهائيا مع ديك الرائحه الكريهه ديال الارجل وكتحسوا بواحد الانتعاش واحد الرائحه طيبه لانها تعتبر عشبة عطرية يعني فعالة ورائعة. وفاش غتفيدنا كذلك هاد العشبة هادي انها كتخلصنا من رائحة الفم، كاين عزكم الله اللي عنده رائحة النفس يعني كريهة، مع المداومة على هاد المنقوع ديالها كتخلصوا من هذيك المشاكل. وبالنسبة كذلك لكلاشي هكا بصل او ثوم او لا تبقى لي ديك الرائحة، ما عليه الا يمضغ حبيبات ديال هاد اليانسون او لا يشرب هاد المنقوع ديالها كيخلصنا حتى المشاكل ديال اللثة والحلق، يعني فعالة سبحان الله، يعني لها فوائد عظيمة كنتمنى ان شاء الله تستافدوا منها وغنشوفوا كذلك فاش غتفيدنا. وغتفيدنا كذلك بالنسبه للاطفال ديالنا اللي كيعانيو من هذاك المشكل ديال الانتفاخ الباطن او داك المغز او يعني كتعتبر كمهدئ فاش كيكونوا الاطفال معصبين عندهم اضطراب في النوم، كنعطيوها لهم مع الحليب او لا كنعطيوها لهم هكا مع المنقوع ديالها كنحليوه بشويه ديال العسل وكنعطيوه لهم يعني كمسكن طبيعي هائل. وحتى بالنسبه اللي عنده الالتهاب ديال اللوزتين او داك المشكل اللي كيكون عند الاطفال ديالنا راها فعاله وكتخلصهم من داك المشكل، وبالاخص الاطفال الصغار اللي كيعانيو من داك الانتفاخ ديال البطن وانهم كيكونوا يغوتوا في الليل، راها رائعه وفعاله ومجربه وكنت كنعطيها حتى الاطفال ديالي يعني فعاله. كنتمنى ان شاء الله هذا الاستعمال هذا يفيدكم. بالنسبة كذلك انها كطرد الحشرات الا درتو هاد المنقوع ديالها ورشيتو به هكا كاع المناطق، يعني كتهرب الحشرات كتهرب النمل كتعتبر كمطهر وكمعطر كذلك للبيت، يعني كتعطروا البيت ديالكم بواحد الرائحة الجميلة. كنتمنى ان شاء الله هاد الاستعمال هذا حتى هو يفيدكم. وبالنسبه اللي عنده مشكل ديال اضطراب النوم في الليل او العرق، ما عليه الا باليانسون راه فعال، يديروا مع الحليب سخون ويشربوا الا يحلي بشويه العسل ويشربوا قبل ما ينعس، يعني غادي يحس بواحد الارتياح وغادي ان شاء الله ينعس واحد النوم اللي هادئ واحلام رائعه، يعني بدون احلام مزعجه بدون حتى شي حاجه، فعاله في تهدئه الاعصاب وكذلك لحصول على نوم مريح. كنتمنى ان شاء الله هذا الاستعمال يفيدكم. وبالنسبه كذلك حتى اللي عنده الالم هكا بالاخص البنات اللي كتجيهم الدوره الشهريه صعيبه وكتجيهم بالالم، ما عليهم الا يبقاو يستعملوا هاد اليانسون هذا كيخفف، او هاد حبه حلاوه راه كتخفف من داك الالم. ممكن انكم تستعملوها مع هكا الا بغيتوا تضيفوها تضيفوا لها شويه الزعتر او تضيفوا لها ديروها مع الحليب، راها فعاله وكتخفف من الالام ديال الدوره الشهريه. كنتمنى ان شاء الله الاستعمال يفيدكم. وبالنسبة لأهم استعمال في هاد الاستعمالات هادي اللي كيهم المرأة الحامل بالأخص، هاد الاستعمال هذا كنتمنى إن شاء الله يفيد كاع نساء الحوامل، أنها مهمة مهمة بزاف في الأيام ديال اللي كتكون الأيام القليلة قبل الولادة، يعني بحال قلتي داك الأسبوع قبل ما تولدي بإذن الله، بالأخص الشهر الأخر يعني داك الأسبوع اللي كيكون عندك الأخر، شربيها راها فعالة وكتسهل الولادة بإذن الله، يعني رائعة رائعة، كتشربها كتهدل الأعصاب كتخفف من الألم ديال الوجع ديال الولادة يعني، وكتسهل الولادة الطبيعية بإذن الله، فعالة ومجربة. كنتمنى هذا الاستعمال من قلبي أنه يفيد كاع نساء الحوامل، ولكن بالأخص ما تستعملوهاش حتى يعني الشهر الأخر، يعني بالأخص حتى السيمانة اللي كتبقى لكم سيمانة قبل ما تولدوا بإذن الله، هذيك السيمانة اللي كيكون عندكم فيها الوجع ديال الولادة وكتكون يعني كتكونوا قربتوا، ما عليكم إلا تستعملوا هذا المشروب هذا ديال حبة حلاوة وتحليوه بالعسل وتداوموا عليه هذيك الأيام، راه بإذن الله غادي تخفف لكم الآلام وغادي تسهل لكم الولادة. وكنتمنى الفكاك لكل سيدة، وكنتمنى الله يفرح كل النساء يا ربي كاع اللي حاملة، الله يفرحها واللي مازال الله يأتيها بالذرية الصالحة. وغادي ندوزو للاستعمال الموالي. وبالنسبه لهذا الاستعمال فاش غتفيدنا كذلك هاد حبة الحلاوة او اليانسون، انها كتعتبر كفاتح للشهيه يعني، وكتزيد الوزن بالنسبه للنساء اللي باغيين يزيدوا الوزن انهم يشربوها بعد الاكل، يعني فاش كل المعده مملوءه عاد تشربوا كاس محلي بالعسل وتداوموا عليه باذن الله، كتعتبر كتزيد في الوزن وكتعتبر كذلك كفاتح الشهيه بالنسبه اللي كيدخلوها في الاكل ديالهم في المخبوزات ديالهم في اي حاجه راها جيده. وغندوزو لاخر استعمال باذن الله. بالنسبه لاخر استعمال انها كتهم كما قلت لكم صديقه المراه وكتفيد المراه
اكثر واكثر من الرجل، انها كتخلص من ديك المشاكل ديال الوالده واللي عندها، كتنقي الرحم، يعني اللي عندها داك السيلان عزكم الله وداك الشيء مهم، راها كتنقي وكتغسل الرحم، مطهر هائل ورائع طبيعي، كتخلصكم من دوك المشاكل ديال الوالده نهائيا، واللي عندها شي الام وداك الشيء مهم عليها الا تتبع هاد اليانسون، هذا راه فعال. كنتمنى هاد الاستعمالات اللي تقاسمت معكم اليوم انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، انهم يفيدوكم ولو بالقليل، واللي ما كانش عنده شي معلومات واللي عنده، واللي عنده كذلك معلومات اخرى يخليهم لي في التعليق، نتقاسموا مع بعضياتنا الاستعمالات المجربين. وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعه وعلى التشجيعات الرائعه ديالكم، وما تنساونيش بلي لايك والبارطاج الا عجبتكم هاد الحصه، والى حصه قادمه ان شاء الله مع وصفه جديده او نصيحه جديده مع خديجه، وشكرا على المتابعه.